الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. اليوم يا أخوة الكرام الميكروفون مش لي، اليوم الميكروفون لضيفنا الكريم الشيخ الفاضل الأستاذ خالد إسماعيل، واعظ في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. سعدنا بشوفتك وأهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا وسهلا بكم مستمعين والسمعات والمشاهدين والمشاهدات. الله يسلمك ويبقيك. سعدنا فيك شيخنا الكريم. الحمد لله. شيخنا لا يخفاك، احنا على أبواب رمضان وهذا الشهر يعني فرحة وبهجة تدخل في سرور كل إنسان مسلم على هذه الدنيا، لكن لا يخفاك أن هذا الشهر فيه أحكام، فيه مستحبات، فيه سنن، فيه أمور تخدش في الصيام. حبينا على عجالة وقت برنامجنا ساعة شيخنا يعني نذكر بعض اللطائف الجميلة التي نستفيد منها بإذن الله عز وجل. الميكروفون عندك شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله، هناك قصة أحب أبدأ بها تبين لنا سبحان الله عظم شأن صيام رمضان، وأن إدراك رمضان نعمة عظيمة ما بعدها نعمة. ثبت في الحديث أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما في غزوة وصاحبه تأخر بعده بسنة، مات موت عادية. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: فرأيت في المنام الجنة، قال: ورأيت أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد. تعجب، قام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا ترى الآن لماذا هذا المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد؟ تخيل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام قال: أليس قد صام بعده رمضان؟ سبحان الله، شوف السبب. أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر، الله أكبر، إله من أجر عظيم. يعني سبحان الله، تخيل الله تعالى لما يوفقنا ويبلغنا رمضان، هذه نعمة عظيمة. كم من الناس الآن صاموا معنا رمضان الماضي، لكن اليوم هم في قبورهم تحت التراب فرادة. أسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. الله يغفر لهم ويرحمهم. كم من الناس صاموا معنا لكن الآن هم في المستشفيات أو مرضى ما يستطيعون صياما ولا قياما. فالله تعالى إذا أمد في عمرك وأعطاك الصحة والعافية فهذه نعمة عظيمة ما بعدها نعمة، تحتاج شكر صادق. نعم، حتى بعض السلف رحمهم الله كانوا يدعون الله 6 أشهر قبل شهر رمضان أن يبلغهم الله رمضان. نحن الآن قبل أيام رمضان يعني نفرح ونشعر بقربه، لكن تخيل السلف 6 شهور قبل رمضان يدعون الله جل وعلا. فهذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، والشكر الحقيقي يكون بالإقبال على الله بصدق في شهر رمضان، وأن نحقق ما يريده الله تعالى من الصيام والعبادات في شهر رمضان. الله أكبر. شيخنا، يعني هي الآية التي قالها الله عز وجل في الصيام، وهي حقيقة يعني كلمات لو نقف عند مدلولاتها ما ننتهي في ساعة حقيقة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وشيخنا أنت ما شاء الله عليك مشهور بما يخص التفسير، وهذا بابك الذي فتح الله عز وجل لك به، فيا ليت شيخنا تعطينا شيء من الأحكام المتعلقة بهذه الآية فقط. الله يسلمك. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتلاحظ الآية هذا نداء إيماني وحبيب للقلوب، يعني تستشعر أن الله تعالى يناديك أنت بذاتك، أنت مؤمن الحمد لله. الله تعالى يناديك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تخفيف على هذه الأمة، يعني هذه العبادة وإن كان فيها مشقة وجوع وعطش لكنها مكتوبة على الأمم الماضية، وهذا يدلنا أيضا على عظم شأن الصيام. يعني الصيام من العبادات التي كتبت على كل الأمم الماضية،
حتى ذكر بعض المفسرين أن الصيام كان في شريعة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ويعني فلعظم شأن هذه العبادة وجلالتها وأثرها على نفس الإنسان في تزكيته وفي تحقيق التوحيد والعبادة لله جل وعلا. ثم كشف الله تعالى عن مقصود الصيام فقال ماذا؟ لعلكم تتقون. الله أكبر. هذا هو المقصود الأعظم من الصيام، لعلكم تتقون، لأن الله تعالى غني عن عبادتنا وغني عن جوعنا وعطشنا. الله تعالى كريم ورحيم، هو أرحم الراحمين، ما يريد أن يتعبنا ولا أن يشقينا ولا أن يجيعنا. طيب الآن لماذا أمرنا بهذه العبادة مع أنها العبادة فيها مشقة ظاهرة شيخنا؟ نعم هو هذا، لكن لا، هناك أمر مخبأ. نعم هناك أسرار في هذه العبادة، كما قال الله تعالى لعلكم تتقون. طيب الآن كيف هذا الجوع والعطش والتعب في العبادة يؤدي بالمسلم إلى تقوى الله جل وعلا؟ هنا نقف عند هذه المقاصد الجليلة في عبادة الصيام. في الحقيقة الصائم لما يتفكر في حقيقة الصيام، أنت ماذا تفعل في صيامك؟ تترك ماذا؟ تترك الطعام والشراب، الشراب والشهوة. هل هذه في الأصل مباحة لك ولا حرام عليك؟ مباحة. مباحة. نعم. طيب أنت الآن تترك مباحات، تترك أمورا حلال، تتقرب بهذا إلى الله جل وعلا. طيب الآن أنت تترك الحلال تقربا إلى الله، كيف بعد ذلك يقع الصائم في الحرام أو يصر على فعل المحرمات اللي هو يعني محرم في طول السنة، طول السنة. حياة الإنسان يعني الآن مثال، لو أن واحد ما شاء الله يصلي النوافل ويصلي قيام ليل والضحى ثم يترك الصلوات الخمس، هل يقبل هذا منه؟ أبدا، ما يستفيد بهذا، ما يستفيد شيئا. كذلك الآن الصيام اللي يصوم عن الشيء المباح، أنت تصوم عنه تزعم أنك ما شاء الله تتقرب إلى الله بهذا، ثم بعد ذلك تقع في المحرمات، ما تتوب إلى الله، هذا تناقض في الحقيقة. ولهذا الصيام الحقيقي هو الصيام الذي يثمر البعد عن المعاصي. الصيام الحقيقي هو الصيام الذي يثمر توبة العبد إلى ربه جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله شيخنا هذا الحديث جميل، احنا نبغى تقف مع عند لفظة لفظة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني اللي بيصوم ما بيترك هذه المعاصي مثل قول الزور، شهادة الزور، الكذب، قول الزور والعمل به والجهل. الجهل مثل السفه والشتم، أفعال أهل الجهل. وكذلك سبحان الله كل معصية هي في الحقيقة جهل بالله جل وعلا. نعم تدخل تحت المسمى. نعم كل معصية جهل بعظمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكشف لنا عن حقيقة الصيام، كأنه يقول الذي يصوم ما يترك المعاصي في صيامه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله ما يريد منك هذا الصيام، الله يريد منك أن تتوب إليه جل وعلا، وخاصة في شهر رمضان الفرص كلها مهيئة. يعني سبحان الله، انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله، هل نشعر بهذا حقا ونحن نصوم رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي حديث آخر قال فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. تخيل الآن تعرج بقلبك إلى السماوات تجد أبواب السماء الدنيا مفتحة، تصعد إلى السماء الثانية أبواب السماء الثانية مفتحة، وهكذا سماء بعد سماء السماوات السبع أبوابها مفتحة، ثم الجنة فوق السماء السابعة وأبوابها مفتحة. تخيل يعني هذا المعنى العظيم. الله أكبر. الله أكبر. يعني شيء عظيم جدا، كأن العالم السفلي اتصل بالملكوت الأعلى. شهر رمضان، شهر رمضان. الله أكبر. انظر إلى النفحات الرمضانية في هذا الشهر العظيم. يعني وما معنى، خلينا نتعمق في تفتيح الأبواب في شهر رمضان. يعني الآن ملك الحاكم إذا فتح أبواب قصره لرعيته وقال هلموا إلي تعالوا عندي، المجرم المسيء المقصر المحسن الصالح، أي واحد يأتيني أكرمه كرامة ما بعده كرامة، المحروم من حرم نفسه. إذن في شهر رمضان الله تعالى يدعونا
إلى القرب منه، يدعون إلى مغفرته، يدعون إلى رحمته، والله يريد أن يتوب عليكم. الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذلك سبحان الله تجد الخير في شهر رمضان عظيما، تجد المساجد تمتلئ بالمصلين، صلاة الفجر، صلاة التراويح، الناس يقبلون على الصدقات والإحسان، الناس يقبلون على قراءة القرآن، الحمد لله هذا خير عظيم. القلوب تنشرح. نعم. الشيخ والأنفس بالفعل تطهر سبحان الله. نعم. يعني قرأت مقال جميل. نعم. الدعوة في رمضان. الله أكبر. يعني ليش يقول لك في رمضان يعني الشياطين صفدت صحيح والأنفس مستعدة تتقبل أي شيء، زكاة، صدقة. نعم. قرآن معك، قول له بس تعال معك على طول. صحيح. الله أكبر. فالموفق يستغل هذا الشهر حقيقة في دعوة الناس. صحيح. يعني تتغير حياتهم، سلوكياتهم، أمورهم. نعم. أخلاقهم. صدق. كما أسلفت شيخنا بحديث يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. نعم. يعني حتى من رحمة الله شيخنا بنا يعني عندما قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، العلماء يقولون يعني الله ذكر هذا حتى يستأنس المؤمن. صحيح. لأن العبادة فيها شيء من المشقة وفيها شيء من التعب فيها. لكن شيخنا البعض يقول أنتم تقولون أن الصيام هو مدرسة للأخلاق الفاضلة ومدرسة للعبادة ومدرسة لكذا، أنا إذا تركت المحظورات اللي يعني نهيت عنها وقت الصيام حتى صيامي لا يخدش ولا يجرح، طيب خلص الصيام فطرت يرجع الإنسان كعادته، سؤالي شيخ هذه الفترة اللي أنا بمتنع فيها عن هذه المحاضير هل هذا الامتناع من هذا الوقت سيثمر في المستقبل أن سلوكياتي تتغير؟ نعم طبعا هذا يثمر أن السلوك يتغير والعبادة تتغير والقلوب تتغير والحياة كلها تتغير، ليس فقط في هذا الوقت بل ولا ما بعد هذا الوقت بل في عمرك كله لو صام الإنسان الصيام الذي يريده الله تعالى. أذكر مرة قرأت عن الدورات اللي يسوونها في تطوير الذات. نعم. خبراء تطوير الذات وأن الواحد ممكن أن يكتسب عادات غير موجودة عنده، فيقولون كيف يكتسب الإنسان عادات غير موجودة في نفسه في ذاته حتى يتطور. يقولون يحتاج الإنسان إلى أن يتمرن على هذه العادات ويلازمها ساعات طويلة من 20 يوم إلى 30 يوم. سبحان الله، أقول ديننا فيه كل خير وبركة وكفاية وما نحتاج لا إلى هذه الدورات ولا إلى شيء. عندنا شهر رمضان سبحان الله يعني إن صح التعبير كأنها دورة للمؤمن يجدد فيها إيمانه. الآن هذه 30 يوم أنت تعود نفسك على ترك الشهوات بل ترك المباحات كما عرفنا. نعم. فتزكو نفسك، وذلك يعني من مقاصد الصيام العظيمة أيضا التي تدخل في قول الله تعالى لعلكم تتقون والتي يكون لها أثر كبير يعني بعد وقت الصيام وفي كل الحياة، أن الصائم لو نتفكر يعني بعمق في حقيقة الصيام، الصائم يترك محبوبات لنفسه، أنت تترك طعام لذيذ وماء بارد وشهوة محببة للنفوس. من طبع الإنسان أنه ما يترك شيء يحبه إلا إذا كان هناك إيش؟ شيء أكبر، شيء أكبر، محبوب أكبر منه. فأنت في صيامك في الحقيقة تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت، فتتمرن النفس وتتعود على ترك محبوبات الدنيا وتقديم محبة الله. الله يكون هذا شعارك في حياتك كلها، أن إذا تعارض عندك أمرين، أنت الآن نايم وتسمع المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح، الصلاة خير من النوم، والفراش يلين والمكيف بارد وأنت يعني مرتاح في نومك. الآن يأتي الآن الصراع النفسي، هل تقدم ما يحب الله، تجيب نداء الله، تصلي الفجر، ولا تقدم ما تهواه أنت، ما تحبه أنت؟ الصيام في الحقيقة يربي نفوسنا على محبة الله تعالى. الله أكبر. ولذلك كأن الحديث القدسي فيه إشارة إلى هذا المعنى لما قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي تمل من أجلي، يعني محبة لي من أجلي. ولهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم ذاقوا حلاوة الصيام. بعض الصحابة كان يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، قال ظمأ الهواجر. الله أكبر. لما يظمأ الهواجر يعني وقت الهاجر وقت شدة الظهيرة الحر، الحر. نعم. ما ألذ أن تجوع وأن تعطش لأجل محبوبك. سبحان الله، هذا
يعني في الدنيا الواحد يشعر بهذا إذا كان هناك محبوب تحبه، شخص تحبه جدا وتخدمه مهما تعبت في خدمته، تقول له أبد تعبك راحة، صح ولا لا؟ نعم صحيح. يعني تتمتع أنت بخدمته لمحبتك له، فما ظنك برب العالمين جل وعلا؟ الله أكبر. فالصائم في الحقيقة يتقرب إلى الله ويزداد محبة لله، ثم كذلك المحبة، محبة الله لا تصفو في قلب العبد إلا إذا صفى القلب من شهوات الدنيا وأكدار الدنيا. وهكذا الصائم، تخيل حال الصائم يشبه حال الملائكة الذين لا يأكلون لا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وذلك الله تعالى في حديث القدسي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت هكذا في صيامك تترك المحبوبات في الدنيا والملذات، حتى الطعام والشراب تتركه لأجل الله. الله أكبر. وذلك حتى تذكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل في شهر رمضان، الوصال معناه أن يصوم يومين وثلاث أيام بدون أن يفطر ولا أن يتسحر. تخيل، يمتنع تماما، يمتنع تماما. طبعا الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الله أكبر. طبعا ما هذا الطعام والشراب؟ لو كان طعام حقيقي ما كان مواصلا، انقطع الوصال. نعم. لكن قال العلماء هذا ماذا؟ هذا غذاء الروح. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في ليالي رمضان يتلو القرآن ويصوم، خلاص يعني نفسه تنقبض عن الدنيا وشهواتها. هذه الحقيقة هي التي نريد أن نصل إليها في صيامنا، أن بالفعل الإنسان يعني لما يترك الطعام والشراب هذا إشارة إلى ترك الدنيا، ترك الشهوات، ترك الملذات، والتجرد الكامل لله. وذلك في الحقيقة الصيام من أعظم صور التوحيد لله. لا إله إلا الله، لا معبود، لا محبوب، لا معظم في قلبي إلا الله جل وعلا. كأنك خلاص تجردت من الدنيا وما فيها. لذلك هذه أركان الإسلام بالفعل تغرس التوحيد والعبادة في قلب العبد. ثم أيضا ما أدري هناك تجد هذا شيخنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كل عمل ابن آدم له، الله أكبر، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربي وفرحة عند فطرة. الله. هذا شيخنا هنا يتحقق الصيام فعلا يعني. صحيح. كل عمل ابن آدم، شيخ أنا ما أبغى أتكلم، لا يعني لو تفسر لي هذا الحديث يعني. طيب. ما معنى حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ نعم. أنا أذكر كلمة لابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال في هذا الحديث: يكفي الصيام شرفا أن الله أضافه إلى نفسه من بين سائر الأعمال، إلا الصوم فإنه لي. سبحان الله، انظر إلى شرف الصيام. طبعا هذا الحديث أيضا يكشف لنا عن مقصود آخر من مقاصد الصيام التي تدخل في قول الله تعالى: لعلكم تتقون. بل في الحقيقة زكى الله خير ذكرتنا بهذا الحديث، هو أصل التقوى. نعم. هذا المقصد أصل التقوى، وهو ماذا؟ تأمل، الصائم يستطيع أن يختفي في غرفة وحده ما يرى أحد، ويأكل ويشرب ويظهر أمام الناس يقول أنا صائم، صح ولا لا؟ ما حد يدري به، ما حد يدري به. لكن سبحان الله ما تجد مسلم يفعل هذا، حتى الصغير يوم يصوم يمتنع، يمتنع وما يكذب عليك ولا يأكل ويتعب مسكين. طيب تقول لي طيب ليش ما تسير في غرفة لوحدك وتفطر وتقول أنا صائم؟ ماذا يقول لك؟ ها؟ يبقى أنا صائم، الله يراقبني، الله تعالى يراني. الله، شوف كيف الصيام يربي في نفوسنا مراقبة الله دائما في كل يعني حال، في خلوتك، في علانيتك، في كل أحوالك، الله تعالى يراك. وهذه حقيقة التقوى. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني الصوم سر بيني وبين عبدي، ما أحد يعرف أنك صام على الحقيقة إلا الله جل وعلا. يعني أنت شيخنا عايش تكون مع الناس، رايح جاي عملك وكذي، والناس صحيح. ما يعرفون أنت متلبس في عبادة صحيح، وما حد داري عنك. الله أكبر. لذلك الله عز وجل اختص صحيح. هذه العبادة أنها له. صحيح. شيخنا الحديث معك جميل، لكن فاصل ونعود إليكم يا أخوة يا كرام.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود للشيخ الكريم ونستقي شيء من علومك الطيبة شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك. شيخنا، رمضان فيه آداب، فيه مستحبات، فيه سنن، فيه غيره. الحين إنسان بدأ الصيام، لكن السؤال شيخنا هنا يعني يقع إشكال عند البعض بما يخص تبييت النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام اللي من لم يبيت النية من الليل. هل يشترط شيخنا الصيام أني أنا بيت نية واحدة تكفي سائر رمضان، ولا لازم كل يوم أنا في الليل يعني أبيت نية جديدة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. طبعا موضوع النية موضوع سهل الحمد لله، لأن النية محلها القلب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم إنما الأعمال بالنيات. أنت الآن لما تقوم تسحر، نعم، هذا معنى النية. أنت أي واحد بيسألك ليش قايم تسحر، شو تسوي قايم، شو تسوي قايم في هالوقت؟ صح، فقايم أني أسحر أستعد للصيام، إذن هذه نية الحمد لله. ثم يعني هذا مذهب بعض العلماء، هو قول مالكية وغيرهم، أن إذا نوى المسلم، طبعا أي مسلم ينوي هذه النية أول ما يدخل رمضان ينوي أن يصوم الشهر كله، فهذه نية تجزئ عن الشهر كله والحمد لله. الله، فموضوع النية موضوع سهل، ما يحتاج إلى أن تتلفظ بالنية. بعض الناس إذا قام السحور يقول نويت أن أصوم هذا اليوم لله، لا، هذا كله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. تقصد التلفظ؟ التلفظ بالنية هذا ليس من السنة أبدا، بل مثل ما ذكرنا مجرد أن تقوم تسحر هذه نية. أنت تعرف أنه باكر رمضان بصوم أكيد باكر، خلاص هذه النية، خلاص الأمر يعني الحمد لله في ساعة. الله منك. السحور شيخنا شو فضله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بركة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بركة. والبركات عظيمة جدا في السحور. لو نعدد الآن هذه البركات مثل ماذا؟ عندنا أولا أنك أنت لما تتسحر أنت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالسحور، تسحروا. فالسحور في اتباع للسنة، السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم، قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، طيب، أيضا من البركات أنك تقوم في هذا الوقت المبارك، وقت السحور كما تعرف وقت مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت ثمين مبارك، ذلك الذي يقوم يتسحر عليه أن يغتنم هذه الدقائق المعدودة، يرفع يديه يدعو الله، يرفع يديه يدعو الله، يذكر الله، يصلي له ركعات قبل الفجر مثلا، يعني وقت مبارك عظيم، الله أكبر، وقت القرب الإلهي. ثم أيضا من بركات السحور ماذا؟ أن الذي يتسحر خاصة لما يطبق السنة يتسحر قريب الأذان يعني قبيل الفجر، هذا يجعل في بدنه نشاطا وقوة في سائر النهار، فهذا يعين على عبادة الله بنشاط، يقرأ القرآن، يعني يحافظ على الصلوات، يحافظ على السنن، بخلاف اللي ما يتسحر تجده كسلان وتعبان ونايم طول النهار. نعم، ليش؟ لأن ما أكل مسكين من المغرب أو من في الليل نص الليل وخلاص ما يتسحر، فيشعر بجوع وعطش شديد، وطبعا هذا يؤثر على عبادته مثل ما ذكرت، يكسل، بل حتى على أخلاقه. وذلك من بركات السحور أنه سبب في حسن أخلاق الصائم، لأن الواحد ما يكون إنسان بشر إذا ياع ما يكون له بار وفلان يكلمه على أي شيء بيضارب الناس. نعم، نعم، فيعني هذه سبحان الله في السحور، السحور قد يزيل هذا الأمر. وهكذا سبحان الله، ومن أعظم البركات ما ورد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، يعني هذا شيء سبحان الله، يعني أنت الآن قايم بس تأكل وتشرب، الله وملائكته يصلون عليك، يعني يثنون عليك، و لأنك تستعد لهذه العبادة العظيمة. الله أكبر. وفيها شيخنا بعد حاجة تربوية جميلة. نعم، اليوم البعض شيخنا شو يسوي إذا بيتسحر؟ يعني هو تحصله سهران أصلاً في الليل، يمر الكافتيريا يأخذ سحور قبل الفجر ويرجع البيت. نعم،
أنا أقول يا أخي ليش ما دخلت البيت مع أبنائك وزوجتك وتجتمعون كلكم على صيني واحدة؟ شيخنا أنا أدركت هذا الشيء جميل، فيه فيه متعة لا توصف. صحيح. قايم من النوم والأهل مجتمعين على شيء بسيط كذا، وتأكلون ويرجعوا يذهبون لصلاة الفجر ويرجعون ينامون، حاجة جميلة حقيقة. يعني يا ليت هذه الأمور يلتمس الإنسان جمالها حقيقة لما يجتمع مع أهل بيته على صيني واحدة. يلا تفضلوا تعالوا خلونا نسحب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث قال هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخيل كان يدعو أصحابه ويتسحر معهم أو يسحرون معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الأب في بيته يعني ومع الأولاد والأم كلهم يجتمعون، شيء جميل جدا. يعني جمع دائما يعني فيها خير. نعم سبحان الله، فيها لمسات طيبة. اللهم وحتى يعودهم على القيام في مثل هذا الوقت. نعم ويذكرهم ادعوا الله اذكروا الله، يعني سبحان الله ما أجمل يعني النفحات الرمضانية. الله أكبر. يعني شيخ ما يخص بي الحين تنتشر عاد مسجات في الواتساب وبرامج التواصل، الإمساكية قبل أذان الفجر عشر دقائق انتبهوا لازم تمسكون، ممنوع تأكل، يوزعون أوراق شيخ حاطين فيها أوقات معينة. نعم. شو رأيك شيخ؟ لا هو الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. نعم. وقت دخول الفجر هو وقت الإمساك، والفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي يكون هكذا يعني في الأفق ممتد. مثل الخيط الأبيض ممتد. طبعا الآن نحن ما نرى هذا بأعيننا، يعني ما نعيش في البادية ونشوف. صحيح. هذا بأعيننا، لكن الآن بدل يعني هذه الرؤية جعلت مواقيت الصلاة الأصل. نعم. يعني في مواقيت الصلاة مواقيت الأذان، ما أقول المساكية، مواقيت الصلاة يعني وقت أذان الفجر وغيره من الأوقات. جزاهم الله خير المسؤولون والجهات الرسمية وضعت هذه بقدر المستطاع تكون دقيقة إن شاء الله، تحرك فيها الدقة فعلا. نعم. فالأصل المسلم أن يلتزم بهذا، هذا اللي غاية ما تستطيع أنت. فالمهم أنك تتسحر قبل أذان الفجر، ما تحدد وقت معين، يعني المهم تنهي سحورك قبل الأذان، يعني تنهي سحورك قبل الأذان بدقيقة دقيقتين ثلاث دقائق عشر دقائق، ما يكون هناك وقت معين. جميل. فأما أن يلتزم الإنسان إذا باقي عن الأذان عشر دقائق والخلاص ما أستطيع أكل، لا تحرم نفسك من السحور. نعم. بالعكس يأكل ويشرب، لكن يحاول أنه يعني ينهي قبل الأذان. عندنا حديث يعني كلوا واشربوا حتى يؤذن. نعم. ابن أم مكتوم. نعم. ما قال رسول الله كلوا واشربوا قبل الأذان بكذا ساعة. نعم. قال حتى يؤذن حتى يؤذن. الأذان. نعم. لكن شيخنا أنا أحب أني أفيد المستمعين. قبل شوي أنا وأنت دار بيننا نقاش بالفاصل، والشيخ يعني هذه المسألة اليوم يخوض فيها الكثير من الناس. نعم. ما يخص يعني أنا أذن مؤذن بيدي إناء، البعض يستدي يقول في عندكم حديث أن رسول الله يقول إذا كان الإناء في يد أحدكم وأذن المؤذن فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. نعم. فهذه المسألة شيخنا يعني لو تعطينا شيء مما الحديث هذا سمك. حصل في خلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه. نعم. طبعا الإمام أبو حاتم الرازي، باب ثقافة للمستمعين. نعم. أبو حاتم الرازي هذا إمام في الحديث، في العلل الحديث، يعني في تضعيف الأحاديث وتصحيحها. نعم. من الأئمة الماضين من السلف رحمهم الله تعالى، وهو ضعف هذا الحديث في كتابه يعني علل الحديث. ولهذا تجد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما أحد منهم أخذ بهذا الحديث، بل عند الفقهاء أنه إذا أذن المؤذن يجب عليك أن تمسك، لأن هذا أمر محكم في القرآن الكريم، وكلوا واشربوا حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأذان الفجر يدخل بتبين الفجر. فالأصل أن هذا أمر محكم، إذا أردنا أن نخصصه برخصة شرعية مثل هذا الحديث، هذا التخصيص وهذا الاستثناء لابد أن يكون بحديث صحيح واضح ما عليه غبار. أما أن تأتي بحديث فيه خلاف بين العلماء ثم نجد من العلماء من عمل به من المذاهب المشهورة المتبوعة في العالم الإسلامي ما حد عمل به من الأئمة الأربعة. هناك نعم بعض السلف قالوا بهذا، لكن ذكر العلماء أن
هذا مذهب كان موجودا عند السلف، وهو أن وقت الإمساك يبدأ إذا سطع ضوء الفجر، يعني بعد أذان الفجر بفترة. يعني حتى بعضهم قال لو شئت أن أتسحر بعد الصلاة لفعلت، خوف من الفتنة. يعني هذا كان كلام بعض السلف، وكان هذا مذهب يعني مشهور عندهم، وعليه كأنه ورد هذا القول. إذا كان اعتبرنا قول أحد السلف هذا الحديث أو أخطأ في بعض الرواة جعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لا، على هذا المذهب ممكن تأكل وتشرب حتى لو أذن المؤذن، بل حتى إذا أقيمت الصلاة، بل حتى بعد الصلاة. لكن هذا المذهب ذكر أكثر العلماء أنه مذهب اندثر، والذي عليه يعني الآن عامة المذاهب المتبوعة يعني أنه إذا أذن المؤذن والإناء بيدك مباشرة يعني تترك الإناء، بل طيب. حتى نص الفقهاء أن اللقمة إذا كانت في فمك تلفظها، لهذه الدرجة، لأن هذا أمر محكم، خلاص وقت الإمساك دخل فلا بد أن تمسك. طبعا أنا أقول هذا قول الأمة الأربعة والقول الذي عليه يعني الفقهاء، لكن صحيح أن الحديث هذا صححه بعض المشايخ الفضلاء في زماننا، ويعني قال به كثير من أهل العلم في زماننا، فالأمر يعني هي مسألة فيها خلاف في النهاية. إحنا يعني الذي يفعل مثل أو فعل مثل هذا ما نقول صيامك يعني باطل وغير صحيح، لا، طيب. مسألة فيها خلاف، لكن دائما المسلم يعني يتحرى الأحوط في عبادته. أنا الحين جاي بقول لك شيخنا، يعني بما أن المسألة فيها خلاف وفيها كذا، وعلى قول الإمام الشاطبي مراعاة الخلاف من شيم الموفقين، إحنا يا أخوة يعني مش من بابنا الإنسان يشد على المشاهدين على المستمعين، لا، هل شيخنا من الفقه أن نقول للمشاهد الآن بما أن المسألة فيها خلاف الأحوط بعدا عن الشبهة وكذا أنك تمسك قبل ما يأذن الفجر؟ إيه نعم، هذا هو الواجب وهذا الأحوط، بما أن فيها خلاف، بما دام أن مسألة فيها خلاف. ثم أيضا الخلاف يعني لو كان خلاف مثلا بين المذاهب الأربعة نقول مسألة فيها سعة والخلاف قوي، لكن تجد الأئمة الأربعة كلهم على المنع، فهذا يعني يجعل المسلم يتوقف حقيقة، يتوقف هنا ويأخذ بهذا، ويعني هذا أحوط لدينك، وخاصة أن هذه عبادة ركن من أركان الإسلام، مو بأي عبادة بسيطة. نعم، يعني الحمد لله يعني ما بيضرك وما بيتعبك إذا أنت يعني تركت الإناء وأمسكت وخلاص يعني كملت صيامك، إن شاء الله ما يضرك شيء. إن شاء الله أن يبلغنا رمضان ويتقبل منا. آمين. طيب شيخنا الحين إحنا تسحرنا ونوينا الصيام الحمد لله وصلينا الفجر، شيخنا كيف الإنسان يستثمر وقت الصيام؟ يعني من الحين رجع من الدوام مثلا، حتى نكون واقعين أغلبنا مثلا موظف في جهة حكومية، رجع من دوام، كيف الإنسان ينظم وقته ويستثمر؟ لا يخفاك هذه صحيح. الله عز وجل قال أيام معدودة، الله أكبر. فكيف الإنسان يستثمر هذه الأوقات المعدودة في عمل الخير؟ احنا قبل ما نوصل للفطور شيخنا، لأن هناك في أحكام ثانية نبغي نتكلم، بس من الصبح مثلا إلى قبل الفطور. تذكرتني لما قلت أياما معدودة كلمة لابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال والله لو أن أصحاب القبور يقال لهم تمنوا لتمنوا أن يدركوا يوما واحدا من رمضان. الله أكبر، الله أكبر. ترى رمضان يعني حاجة أخرى، أياما معدودات، أوقات مباركة والأجور مضاعفة. في الحقيقة المسلم إذا أراد أن ينظم وقته في شهر رمضان ويهتم بأعمال البر والخير، باختصار أقول ريح نفسك، عمل واحد لو تقبل عليه في نهار رمضان والليل رمضان، هذا يعني فيه الكفاية والغنية، ألا وهو ختم القرآن الكريم والإكثار من تلاوة القرآن. لأن الله تعالى لما ذكر شهر رمضان عنوان له بهذا العنوان، شهر رمضان إيش؟ الذي أنزل فيه القرآن، الله أكبر، الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحن لو ننظر إلى الأولين من السلف رحمهم الله كيف كانوا يقضون رمضان، يعني نهار رمضان كل تلاوة للقرآن، جاءت الأخبار أن يتركون مجالس العلم وكذا، يعتكفون فقط على كتاب الله عز وجل. الله أكبر، يعني الإمام مالك رحمه الله هكذا كان يفعل، يترك مجالس العلم ويقبل على كتاب الله جل وعلا. بل من عجيب ما يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يعني كل يوم ختمتين. كل يوم ختمتين،
شيخ قد يستنكر البعض مثل هذه الألفاظ مثل هذه النقولات، لكن أنا سمعت شيخنا من أحد يعني مشايخنا الثقات ينقلون عن الشيخ عبد العزيز بن باز كان يختم في كل ليلة. الله أكبر الله أكبر. أن الشيخ عبد العزيز بن باز كان يختم فعلا في كل ليلة. بالفعل نعم هذا بالفعل موجود. يعني يستطيع، يعني باختصار يا إخوة يستطيع الإنسان. الواحد ما يقول لا صعب وهذا مستحيل. كيف؟ صحيح. لا يستطيع. أنت الآن لو حتى تقيسها بالدقائق سبحان الله لما تحترم الدقيقة تحترمك. أنت الآن في الدقيقة الواحدة تستطيع بكل سهولة تقرأ صفحة من القرآن. نعم صحيح. صح؟ صحيح. طيب الجزء كم يأخذ معك؟ جزء 20 وجه. 25 دقيقة. يعني 25 دقيقة 20 دقيقة إذا قراءة حدر هكذا. نعم. يعني في الساعة الواحدة ممكن تقرأ 3 أجزاء. لكن بشرط أن تكون القراءة مركزة على القرآن، يكون وقت حصري. للأسف الآن واحد يفتح المصحف طلع الموبايل شوية ياه مقطع يشوفه يت رسالة يت مكالمة يرمس ولد فلان وكذا يشوف مرت عليه ساعة وما سوى شيء. صحيح. لكن لا أنت الآن يعني بالفعل انكب على القرآن وقرأ. الساعة الواحدة تستطيع تختم فيها 3 أجزاء. طيب 10 ساعات يعني ختمة تقريبا. واليوم في 24 ساعة. شوف يعني 24 ساعة 10 ساعات. يعني الإمام الشافعي عادي كان يسوي 20 ساعة خليها للقرآن. سهل. صادق. نعم صادق. طبعا مو ما أقول سهل يعني إحنا ما نسويه، لكن وإنه ليسير على من يسر الله عليه. أنا ذكرت شو اسمه هذا أديسون اللي اخترع هذه المصابيح اللي أضاءت الدنيا، يقولون ما إحنا نشوف هذا كافر واخترع مخترعات أفادت الناس البشرية. يقولون كان يعمل 20 ساعة في اليوم و4 ساعات فقط لنومه وأكله وأهله بس. سبحان الله. إذا كان هذا للدنيا وأفاد وأفاد. طيب كيف المؤمن في هذا الشهر المبارك العظيم؟ وذلك يعني أنا أقول بالعكس المسلم يعني هناك أوقات فاضلة وجميلة في شهر رمضان لو يغتنمها الإنسان. أنا أقول مثلا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر حاول أنك تجلس المسجد تقول أذكار الصباح. نعم. وحتى لو جاك نوم شوي حاول أنك ما تطلع من المسجد إلا وأنت كسبت 3 أجزاء تقريبا، ساعة واحدة تقرأ لك جزئين. هذا في بداية اليوم يعطيك دافع قوي. تخيل أنت يعني طالع مسيد الفجر وما شاء الله ختمت 3 أجزاء. يمكن الواحد منا يفكر أنه أنا بختم ختمة في شهر رمضان بقرأ في اليوم جزء مثلا. نعم. لكن أنت من أول الصباح قريت لك 3 أجزاء أو جزئين، هذا يعطيك دافع في سائر اليوم أنك تستمر على هذا. تستمر. نعم. طيب الآن في عملك، أنا أسأل بصراحة الآن الأعمال في الدنيا، أنت الآن في عملك تأخذ لك 7 ساعات 8 ساعات في الدوام، هل هذه 7 ساعات كلها دوام فعلي؟ لا، قد يعني عندك فراغ وعندك كم تقريبا؟ كثير تجد بالذات في رمضان المسلمين. نعم. يسهلون على الناس. نعم الحمد لله. يعني أنت ممكن ما أقول أنك أنت تقرأ القرآن تترك الناس ومعاملاتهم لا، العمل هذه أمانة ومسؤولية، تنجز العمل هذا واجب عليك. نعم. حتى لو ما قرأت القرآن هذا الواجب عليك، لكن إذا كان عندك وقت ليش تضيع هذا الوقت شهر رمضان في القيل والقال والسوالف والضحك؟ لا، لو يعني أنك تصلي الضحى تقرأ لك جزء جزئين بتحصل لك الآن وانت طالع من الدوام مع الفجر هذه 5 أجزاء تقريبا. قبل ما نأخذ الفاصل شيخنا، يعني إحنا نبغي نلخص المشاهدين أنك تبغي. نعم. تقول أن الإنسان. نعم. الذي يريد أن يقرأ سيستغل كل دقيقة. نعم. في حياته يستثمر في الوقت، بيشوف نفسه ختم بس قبل الفاصل. صحيح. وآخر وقت هذا اللي بعد العصر، هذا وقت ذهبي بعد صلاة العصر، تجلس المسجد ساعة ساعة ونصف أيضا ما شاء الله تقرأ فيها 3-4 أجزاء. شوف نفسك في اليوم الواحد ما شاء الله مشيت 10 أجزاء 5-6 ختمات. إيه نعم في شهر رمضان. إيه نعم. الله فاصل يا أخوي كرام ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. شيخنا احنا مشينا بالتسلسل، بدينا من الفطور من السحور النية الفطور وقت النهار، الحين شيخنا نبغي نتكلم قبل ما ننتقل للعشرة الأخيرة من رمضان والأحكام اللي فيها، نبغي نتكلم عن
فطور شيخنا شو المستحبات؟ شو أقول يوم بفطر؟ لأن هناك أذكار انتشرت عند الناس وهي غير صحيحة. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سبحان الله، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في هذه الأمة إذا حافظنا على هذه السنة من سنن الفطر، وهي تعجيل الفطر. تعجيل الفطر يعني أول ما يؤذن مؤذن الله أكبر مباشرة تأكل، ما تنتظر. بعض الناس يعني يسمع الأذان يقول لا أنا بدعي، ويظن هذا أفضل ويأخر الفطور لما بعد الأذان مثلا. لا، أول ما يؤذن المؤذن الله أكبر خلاص تبدأ الفطر، تعجيل الفطر. وسبحان الله، يعني تأمل يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن اتباع السنة، يعني جعل خيرية الأمة في المحافظة على سنة يسيرة. لأن المسلمين إذا حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تميزوا عن غيرهم، وظهر الدين وعلى الدين. لذلك جاء في الحديث الآخر لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فإذا تعجيل الفطر، ثم لما تفطر تقول يعني بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث ثابت؟ هذا حديث احنا سمعنا وايد قبل ونسمع ويقولون اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم، والعكس، الحديث هذا اللي ذكرته يعني فيه ضعف، حديث ضعيف ما يثبت. والمسلم تحرى الأحاديث الصحيحة، فيها كفاية وغنية والحمد لله. مرة واحد من الشباب قال لي كيف هذا الحديث اللي انت تقوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وأنا بعدي ما أكلت أصلا؟ نعم، أنا ما أكلت، كيف ذهب الظمأ أنت تقول لي أقول هذا الذكر قبل ما أكل؟ شيخ بن عثيمين يقول يعني هذا الحديث تقوله بعد ما تأكل شوي. نعم، تأخذ شيء بسيط وتأكله. بعض الفقهاء يقول لك تحقيقا صحيح حسن أن الظمأ سيذهب مثل قد قامت الصلاة. نعم، قد يعني ستقام الصلاة. أي نعم، نفس الشيء. فما صحيح. في حرج، لكن الأمر واسع في هذا. جميل الإنسان يتحرى الأحاديث الصحيحة في ذلك. شيخنا ما ينشر كل شيء يعني. نعم شيخنا، العشرة الأخيرة وما أدراك ما العشرة. لا بس الأخيرة. بعد ما ذكرنا السنة في على ماذا يفطر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور. يعني أول ما يفطر على التمر أو الرطب، ثم إذا ما وجد على الماء. الشيخ بعض اليوم يفطر على زقارة الشيخ. الله مستعان. والله صدقا. الله يهدينا وياهم، الله يهدينا وياهم. يعتزل شوي الفطور ويدخل بعدين يرجع يفطر. نعم، هذه صورة مؤسفة صراحة. الله يهدينا. وسبحان الله، يعني الواحد يخاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش. ورب في اللغة العربية تدل على التكثير، يعني هذا كثير في الصائمين، حظ من صيامه الجوع والعطش. أين الأجور والحسنات ذهبت مع هذه المحرمات؟ حرام يعني الإنسان فعلا الواحد لازم يفكر. يعني أنت الآن صبرت على الدخان في هذا الوقت من الفجر إلى المغرب، صبرت عن الدخان وعن المسلسلات وعن النظر الحرام، عينك صامت وأذنك صامت عن الموسيقى والأغاني، ولسانك صام عن الغيبة والنميمة، وكلك صايم ما شاء الله، ثم الآن تأتي وتبطل أجر صيامك. فنسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا. مع أن شيخنا يعني بالمناسبة يعني المجامع الفقهية شيخنا كلها تفتي بحرمة التدخين. نعم لا شك. يعني نعم. هذه ما أعرف شيخنا، بعض الشباب ما زال متمسك لا والله هذا مكروه. يا أخي الكريم المجامع. يعني والنصوص واضحة. القرآن الكريم الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله ولا شك ما يشك عاقل أن هذا خبيث يضر الإنسان. الله يهدينا ويهدي المشاهدين جميعا. ومعنا شيخنا، معنا ما ابغى استطرد الموضوع لكن الموضوع مهم. نعم. رمضان فرصه ان الانسان يقلع عن التدخين. نعم. لا فرصه للتغيير كله تماما. نعم. يعني ويدخل في ذلك التدخين. بما انك انت ممتنع. نعم. من الفجر كملها يا فرصة شيخ. نعم. فرصة عظيمة. ادعو الله ربي ييسر لك الامر. الله اكبر. شيخنا العشر. نعم العشر الاخيره. العشر الاخيره وما ادراك ما العشر الاخيره. هذه سبحان الله فيها كرامة عظيمة من كرامات الله تعالى على عباده في هذا الشهر العظيم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية رمضان، لما يدخل رمضان أول يوم من رمضان يهنئ أصحابه يقول أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، ثم يقول وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. تخيل وهو في أول يوم من أيام رمضان يذكرهم بالليلة التي تكون في العشر الأواخر ليلة القدر، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. الله يعني تخيل الكرامة من الله تعالى، ليلة واحدة خير من ألف شهر.
تخيل. وكم تعادل شيخنا حسبوها؟ نعم. 84 سنة. أي تقريبا 83 سنة وكم شهر. يعني قيام ليلة. شيخنا أنا خلك من ليلة القدر مع فضلها. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. يا أخوة شو يعني عتقاء من النار؟ يعني صك من الله عز وجل إن أنت معتوق من النار ما تدخل النار. الله أكبر. في كل ليلة من رمضان في كل ليلة تجد البعض شيخنا من أول أيام رمضان يشد حيله شوي ها خامس يوم رمضان بدأ يرخي 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 ليلة 27 تكتظ المساجد بالمصلين. طيب وين الأيام الباقية؟ سبحان الله. لذلك فيه أثر جميل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد أن يفوز بنصيبه من ليلة القدر فليقم ليالي السنة. يقوم ليالي السنة كلها. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يعرف أن ليلة القدر العشر الأواخر لكن يقصد أن المؤمن ما يكون فقط عبد للأوقات. أني أنا كأني مثل واحد يشتغل عند يعني سيدة فقط يعمل حتى يحصل أجر وبعدين خاص لا عرفه ولا يعرفني انتهى انتهى. لا بالعكس، حال المؤمن مع ربه كحال العبد الذي يحب سيده ويخدمه من نفسه، يعني قبل أن يدعوه إلى خدمته هو يسارع إلى خدمته وهكذا ما ينقطع عن خدمته، وهكذا حال المؤمن. وذلك المؤمن الصادق في محبة لله هو الذي يلازم العبودية لله في رمضان وفي العشر الأواخر وبعد العشر الأواخر وهكذا طيلة العبد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. فهذه العشر الأواخر لا شك يعني ليالي عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم له هدي خاص فيها، اجتهاد عظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قالت عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا ليله وشد مئزره، شد المئزر يعني كناية عن اعتزال النساء، النساء اعتزال النساء، ويعني أيقظ أهله، ما ينسى أهله أيضا مع العبادة وقيام الليل ما ينسى أهله، وكان لا يدع يعني أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه الأيام العشر، يعتكف يعني يلزم المسجد ما يخرج المسجد إلا للحاجة التي لا بد لك منها من طعام من شراب من لباس من كذا. تخيل مع النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بأعظم وظيفة تبليغ الناس الدين، ومع ذلك إذا دخلت العشر خلاص ينقطع لله، يترك الكلام مع الناس إلا الكلام اليسير ويخلو بربه جل وعلا سبحانه في معتكفه، يقوم الليل ويصلي لله تعالى. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يعني في زمن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليالي بالصحابة، يعني كما في حديث أبي ذر صلى ليلة 23 إلى ثلث الليل، وصلى ليلة 25 إلى نصف الليل، وحتى الصحابة رضي الله عنهم يعني استأنسوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو صليت إلى الفجر. فقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا من فضل الله تعالى. ثم صلى ليلة 27 إلى الفجر حتى قال الراوي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. صلى بعض الليالي، تخيل كل الليل صلاة من العشاء إلى الفجر. وهكذا كان الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، لما أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهم أن يصلي بالناس، كان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. الآن للأسف يعني تجد الواحد هنا الشيخ يعني في حاجة مهمة أنت ذكرتها. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. تجد البعض شيخ دخل التراويح صلي 4 ركعات 8 ركعات ترك الإمام وخرج. نعم. هو يقول لك يا أخي أنا أبغى أصلي قيام الليل ما أبغى يعني أوتر مع الإمام. نعم. شيخنا هو الآن ما حرم نفسه الحديث. صحيح. هذا صحيح. رسول الله يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني شو مو معناته حتى الإمام يطلع برا المسجد، لا حتى ينتهي من الصلاة. صلاة. نعم. كتب لك قيام ليلة. الحين السؤال اللي احنا نوجه لك شيخ. أنا صليت التراويح ووترت مع الإمام. ولكن أنا عندي النية أني أصلي قيام الليل. شو أسوي شيخ وأنا واتر مع الجماعة؟ الأمر واسع الحمد لله، يعني تصلي الليل ركعتين 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 لكن بدون وتر. وطبعا صحيح أن المستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا لكن الآن أنت مدام أنك تصلي مع الجماعة تراويح والإمام يوتر فتوتر معه.
فحتى يحسب لك يعني قيام الليلة. ثم ما يمنع أنك بعد يعني أن تنام أو حتى إذا رجعت إلى بيتك تصلي ما تشاء ركعتين ركعتين إلى الفجر بدون وتر. وهذا يعني ثبت عن طلق بن علي رضي الله عنه أن مرة يعني زار قوما فيعني قدموا وصلى بهم وأوتر، ثم لما رجع إلى قومه كان يعني إمامهم فصلى بهم ركعتين ركعتين، شوف صلى بعد الوتر. نعم. ما منع هذا، لكن بعد ذلك يعني جعل واحد يوتر. واضح. فإذا يعني وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وهذا أيضا كان هدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان إنه يعني يأخذ بالحزم فيوتر أول الليل ثم يعني في سائر الليالي يعني كان يوتر أول الليل ثم إذا قام يصلي مثنى بدون ما يوتر. نعم. الحمد لله رب العالمين. طيب شيخ، في يعني سنة غايبة. نعم. إن الإنسان في الوتر من في صلاة التراويح بعد ما يسلم الإمام. نعم. يقول في ذكر شيخنا. نعم. تقول ما هو الذكر هذا اللي غايب عن الناس اليوم؟ أنت تصلي في التراويح ما تسمع أحد يقول إلا من رحم الله. نعم. نعم. يعني هذا ورد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا سلم من وتره يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، والثالثة يمد بها صوته ويرفع بها صوته. نعم. يعني سبحان الملك القدوس، يعني سبحان الله. إذن هذه من السنة الغائبة يا أخوة في صلاة الوتر. نعم. سلمت خلصت قبل ما تطلع سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس كما تفضل الشيخ جزاه الله خير. نعم. طيب شيخنا، أظن أن الوقت يعني شيء يسير متبقي. نعم. نبغي نتكلم شيخنا في السماعة يقولوا لي باقي دقيقة، نبغي نتكلم عن زكاة الفطر على عجالة. نعم. شو هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فرضت على المسلمين على الصغير والكبير والذكر والأنثى، طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين حتى نغنيهم. عفوا شيخنا، شو يعني طهرة للصائم من اللغو يعني والرفث؟ ما من صائم إلا وقد يعني تفلت منه كلمة زل لسانه. نعم. يعني فهذا يجبر الصيام، هذه الزكاة يسده. نعم. يعني تجبر الصيام. ما شاء الله. ثم كذلك العجيب في هذه الزكاة أنها تجب على كل إنسان يملك يعني قوت يوم وليلة لنفسه وعياله، يعني حتى لو كان فقير عنده التزامات، لكن الآن أنت شبعان وعندك طعام يكفيك ليوم وليلة. نعم. يجب عليك أن تخرج الزكاة. ما شاء الله. ليش؟ كأن هذه الزكاة يعني تحول الأمة إلى أمة معطاء وسخية. بعد شهر الصيام كأن الأمة تندفع للعطاء، حتى اللي عنده يعني التزامات وحواج، عنده أجار بيت، عنده كذا، هو فقير يستحق زكاة المال. نعم. لكن ممكن يزكي زكاة فطر. سبحان الله. ويعطيها لفقير، والفقير هذا ممكن هو يخرجها اصلا. شو مقدارها شيخنا يعني؟ اي نعم، مقدارها كما جاء في الحديث صاع، والصاع يعني كيلوين وقليل، يعني حتى اقل من النصف. يعني اي شيء شيخنا؟ من غالب قوت اهل البلد، يعني من الرز، من التمر، الشيء اللي يقتات عليه الناس. مما يقتات يعني. ايه؟ يحفظ يعني. يحفظ ويعني كانه قوت ويدخرون يعيشون عليه يعني. طبعا اليوم الأرز يعني لو شخنت أخرجت نقدا، طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تخرج يعني طعاما، وإن كان يعني قول الحنفية لكن احتياط شيخنا، واحد يعني يقولون أن تخرج نقد، لكن الأفضل والأولى والاحتياط تخرجها طعاما. الحمد لله النقد يعني فيه صدقات وفي زكاة المال، وفي واللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أخرجوها إلا طعاما، يعني هذا هو الأولى. طيب الشيخ، متى يعني نعم يبدأ وقت إخراجها ومتى ينتهي؟ نعم، طبعا وقت إخراج زكاة الفطر يجوز أن يكون قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما يعني فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا من باب التوسعة، وهذا فيه سعى للناس بالفعل. وصحيح وقتها الفاضل أنه بعد يعني من يعني قبل صلاة العيد. نعم. هذا وقتها الفاضل، لكن الآن قد يكون هناك صعوبة وزحام وكذا في الوقت، لكن نهاية وقتها، وهذه مسألة أيضا مهمة ننبه عليها، نهاية وقت زكاة الفطر بغروب شمس يوم العيد، وهذا عند الأئمة الأربعة أيضا، هذه المسألة عند الأئمة الأربعة أن زكاة الفطر ينتهي وقتها بغروب شمس يوم العيد. طبعا هناك حديث باب التنبيه. نعم. أنها إذا يعني أخرجت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
وإن أخرجت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. يعني كأنها غير مقبولة. لكن هذا الحديث هو حديث ابن عباس، لكن في الحقيقة في سند ضعف، في سند راوي مجهول. وذلك تلاحظ أن الأئمة الأربعة ما أخذوا بهذا الحديث، والذي عليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة والفقهاء والأئمة الأربعة أن يعني وقت انتهاء زكاة الفطر بغروب شمس يوم العيد. وهذا في أيضا توسع على الناس، أن الواحد إذا نسي الزكاة مثلا ويعني تيسير من الله عز وجل إلى غروب الشمس الحمد لله، أن هذا كله يوم عيد. اللهم إيه. لكن لا شك أن الأفضل أن يخرجها قبل، وإن كان صحيح قد يعني ممكن تنتشر بعض الفتاوى يعني مشهورة، لكن يعني صراحة هذا القول يعني قول أما الأربعة وفيه توسعة إلى غروب الشمس، والله أعلم. شيخنا إحنا سعدنا اليوم بشوفتك والحديث معك حقيقة، وأنا أزعجوني في السماعة واللي ودي بعدنا ما نخلص هذا المجلس حقيقة. استأنسنا وياكم ومع المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لحسن عبادة، لإحسان الصيام والقيام تلاوة القرآن، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهرا مباركا يعني آمين. اللهم ازداد فيه قربا من ربنا جل وعلا، وصلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولموتانا وموتى المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. آمين آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. كان معي حقيقة شيخنا الفاضل أستاذ خالد إسماعيل، أسأل ربي يحفظه ويبارك فيك وفي أهلك والمشاهدين جميعا، والشكر موصول حقيقة للمخرجين وطاقم التصوير، شكرا لكم والمعذرة أن طورنا، وإلى اللقاء القريب بإذن الله عز وجل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.